اهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من حكي تاك، عم نقدم لكم اياها من الفلاج شيب ستور لاورنج اللي موجود بعبدون. بحلقتنا لليوم رح نحكي لكم عن العديد من المواضيع التكنولوجيه المختلفه، مثل ما تعودتوا دائما خليكم معنا لتعرفوا تفاصيل اكثر. قررت شركة سامسونج أنها تطلق هواتفها الجالكسي S9 والجالكسي S9 بلس بالMWC لعام 2018. الطلب المبكر لهاي الهواتف رح يبلش ب 26 من شهر 2، ومن المتوقع أن نشوف فيها العديد من المميزات الرائعة مثل ما عم بتعودنا سامسونج كل مرة عم تطلق فيها نوع جديد من الهواتف. هلا رح يكون في طبعا فرق بسيط بين هواتف السامسونج جالكسي S9 والS9 بلس، ورح نعطيكم تفاصيلها كمان لحظات، ولكن هلا رح نحكي عن الهاتف بشكل عام. فهذه الهواتف رح تيجي ذاكرة 64 جيجا بايت، 128 جيجا بايت او 256 جيجا بايت حسب كيف احنا بنطلبها. وهذا الهاتف رح يجي بالالوان الاسود الفضي البنفسجي والسماوي، ورح يجي بشريحتين، بالاضافه انه رح يكون مقاوم للماء والغبار مع الاي بي 68. اما بالنسبه للفرق الرئيسي بين هواتف سامسونج جالكسي S9 والS9 بلس، فهو الS9 بلس رح يكون فيها كاميرا مزدوجه خلفيه، ورح يكون في مستشعر للبصمه تم تغيير مكانه، رح يكون بالجهه الخلفيه مباشرة أسفل الكاميرا. هاتف السامسونج جالكسي S9 رح يجي بشاشة 5.8 بوصة مع بطارية 3000 ملي أمبير. أما بالنسبة للسامسونج S9 بلس فرح يجي بشاشة 6 بوصة مع 3500 ملي أمبير للبطارية. وإشي تاني لذيذ بهواتف السامسونج جالكسي S9 والS9 بلس اللي رح نقدر نستخدمها بشكل يومي ورح تساعدنا كثير بحياتنا، هي البيكسبي فيجن. فمن خلالها رح تقدروا إنكم توجهوا الكاميرا لهذا الموبايل على أي كتابة موجودة قدامكم، وراح تقوم بالترجمة الفورية لإلها. وهلأ رح ننتقل للأنبوكسينج للهاتف الجديد من أوبو اللي هو F5U. وهلا صار الوقت للانبوكسينج للجهاز الجديد من اوبو اللي هو F5U. هذا الجهاز الجديد فيه العديد من الميزات الرائعه، وقبل ما اعطيكم التفاصيل عنه خلينا نعمل الانبوكسينج. وبعديها واحده من الاشياء المميزه جدا برضه بيجي مع هواتف اوبو من جديد هو الكفر لهذا الموبايل، بيجي شفاف فيه العديد من المميزات الرائعة. واحد من أهم الأشياء فيه إنه بيجي بكاميرا أمامية 16 ميجا بيكسل وكاميرا خلفية 13 ميجا بيكسل. هلأ هذا الهاتف يعتبر واحد من أجمل الأشياء للشباب اللي ما بيكون عندهم بجت كتير عالي إنهم يشتروا هاتف ذكي جديد، ولكن بنفس الوقت بدهم كاميرا تكون ممتازة بالهاتف اللي رح يقتنوه. فالأوبو F5 يوث واحد من الأجهزة الرائعة اللي ممكن تحصلوا عليها. وبرضه واحدة من الأشياء المميزة بهاتف أوبو F5 يوث إنه أول ما نشتري الجهاز رح تكون السكرين بروتكتور أوريدي ملزقة على السكرين، فهيك ما رح نقلق بإنه تنخدش أو يصير لها أي إشي. هذا الجهاز بيجي بلونين الأسود والجولد، وبرضه بيجي بذاكرة عشوائية 3 رام بساعة تخزين داخلية 32 جيجا بايت مع إمكانية توسعة هذا التخزين ل 256 جيجا بايت مع المايكرو اس دي. بهاتف الاوبو F5 يوث في عندنا العديد من الطرق كيف ممكن نعمل انلوك للهاتف. فواحده من الطرق هي الفيس ريكوجنيشن، في مجرد انه احنا نرفع الجهاز قدام وجهنا راح يشتغل مباشره. الطريقه الثانيه راح تكون عن طريق الفينجر برينت او البصمه، فبمجرد انه احنا نحط اصبعنا عليها راح يشتغل على السريع. والشيء بيميز هدول الخاصيتين بهذا الهاتف تحديدا انه بياخذ 0.19 سكندز لحتى يستجيب الهاتف، وهي واحده من اسرع السرعات للاستجابه لاي واحد من الهواتف الذكيه. شعار شركه اوبو هو Capture the real you، وفعليا ما كاميرتهم اللذيذة رح تقدروا انكم تلتقطوا صور رائعة، بالاخص مع خاصية الـ Artificial Intelligence للـ Beauty Recognition. فمن خلال هذه الخاصية رح تحصلوا على السيلفيز الاروع، وبنفس الوقت ما رح يبين انه احنا حاطين فلتر او اي شيء. جهاز الاوبو F5 يوث بيجي بشاشة فول اتش دي 6 بوصة، وبيجي بدقة 1080 ب 2160 ميجا بيكسل. وبرضه واحدة من الاشياء المميزة اللي ما بنشوفها باي جهاز ثاني موجودة بالجهاز اللي قدامنا هي خاصية نقدر نستخدم 2 سيم كاردز بالإضافة للمايكرو اس دي. واحدة من الخصائص الرائعة اللي موجودة بهذا الجهاز وبرضه كل الأهل رح يحبوها اسمها كيد سبيس. فمن خلال كيد سبيس رح تقدروا إنكم تعطوا لأولادكم هذا الجهاز يستخدموه، ولكن بتوقيت معين بتكونوا أنتوا أوريدي حطيتوا بهذا الجهاز وبعديها رح يطفي، وغير هيك رح يكون جدا آمن للاستخدام. وخاصية تانية جدا لذيذة بهذا الهاتف هي الأوشير. فمن خلال الأوشير رح تقدروا انكم تتشاركوا بالعديد من الملفات المختلفة من فيديوهات لأغاني وإلى آخره مع الأشخاص الآخرين لحاملين جهاز أوبو. وهلا بننتقل لنتابع تقرير عملوه زملائنا من رؤية لما راحوا على المينا سامسونج فورم. you
مساء الخير لكل متابعين حكي تك وبرنامج كرفان، يسعد مساكم. احنا اليوم موجودين فريق رؤية بروم بإيطاليا لتغطية السامسونج فورم 2018. رح نشوف أجهزة إلكترونية جديدة، رح نشوف تكنولوجيا سامسونج اللي رح تكون موجودة بالأسواق بال2018. خليكم معنا لنشوف تفاصيل أكثر وأجهزة جميلة. خليكم معنا. طبعا هذا المؤتمر هو مؤتمر بتعمله شركة سامسونج كل سنة، وهاي هي السنة الثامنة على التوالي. في هذا المؤتمر بيكون متواجد عندنا شركائنا والموزعين الرسميين بالشرق الأوسط وتحديدا بالمشرق العربي. طبعا الشيء الرئيسي من هذا المؤتمر هو توصيل المنتجات الجديدة لسامسونج بالعام 2018. فبكل سنة سامسونج بتعمل هذا المؤتمر عشان توصل لزبايننا ولشركائنا شو المنتجات الجديدة وشو الاستراتيجية اللي احنا عم نطرحها بسنة الـ 2018 او بالسنة اللي بنعمل فيها. This is cool. واو. لكل الجيمرز في عندنا هون شاشتين كثير رهيبين، الكيو كيوليد مونيتور هون، وبرضه هاي الكيرفد كيوليد مونيتور. يعني بصراحه بس هيك مجرد الواحد يطلع على السكرين لحاله بعرف قد ايه هي فخمه. وصار الوقت ان نروح لعالم الالعاب، ونبلش مع لعبه تورك 1 وتورك 2 اللي راح يكون الريماستر لإلهم لجهاز الاكس بوكس 1 ب 2/3. صار في تسريب للعرض ادعائي الجديد للعبه شينمو 3، وهذه اللعبه حاليا قيد التطوير للبلاي ستيشن 4 وللحاسب الشخصي. وصار الوقت ان نروح لاخبارنا السريعه لليوم، ونبلش مع اندرويد بي اللي راح يكون الهدف الرئيسي منه هو تعزيز الامن بالهواتف. وبالخبر الثاني معانا تحديث من شركه ابل لنظام الاي او اس اللي من خلاله راح تتخلص من الاعطال اللي موجوده بتليفونات متعدده من الايفون. وبالخبر الثالث والاخير في شائعات بتقول انه ابل من المتوقع انها تطلق ايباد جديد خلال شهر 3. وبهيك بنكون وصلنا لنهايه حكيتك لليوم، نلتقي فيكم الاسبوع الجاي ان شاء الله. مع السلامه.